سيادتك خلي حضرتك الحديقة الدولية. بصوا يا جماعة لو سمحتم، الحديقة الدولية اللي حطيتها في ضمن العناصر اللي بتجيب فيها اللي ليها تعاقد، يعني كان لغاية 30/11/18 29 مليون، وهيجوا أو ما يجوش، ولا أنا غلطان؟ هو فندم في مديونية 427 مليون معلقة موجودة على الناس، بناخد الإجراءات القانونية ونستقنع على ده مع المنطقة الشمالية لأن هم متوقفين عن السداد، فاحنا خدنا الإجراءات القانونية والناس الموجودين دولت تم خلو الأماكن بتاعتهم واحنا في إطار الإجراءات القانونية. أنا بس عايز أقول للناس اللي موجودة وبتسمعنا دلوقتي، إذا كنا بنقول 29 مليون 29 مليون أو 30 مليون، دخلها في السنة كام الحديقة الدولية تبقى للتعاقد؟ كام يا أحمد؟ ها؟ حوالي 500,000 جنيه فندم. دخلها في السنة كام كل الحديقة لو الناس دفعت التزاماتها؟ حوالي 500,000 جنيه فندم. كويس، لما يبقى في 400 مليون جنيه يبقى كانوا بيدفعوا بالهم 25 سنة يا جماعة؟ ها؟ 500 مليون ولا كام؟ 500,000 جنيه فندم. يا أحمد. أي فندم. دخل الحديقة تبقى للعقود كام؟ 500 في الشهر فندم؟ في الشهر. في الشهر فندم هيعمل حوالي 200,000 300,000 جنيه. طب أنا يعني إذا كنا الرقم دقيق، يعني حتى لو كان 200 يعني 3-4 مليون في السنة. بالظبط كده. 3-4 مليون في السنة عشان يبقى عليهم مديونية 400 مليون زي ما السيد المحافظ بيقول، يبقى ده معناها إن هم بقالهم 20 سنة ما بيدفعوش. توضيح يا فندم؟ اتفضل. هو فندم المديونية اللي موجودة اللي بيتكلم عليها السيد اللواء أحمد العزازي، ده الرقم القديم اللي كان التعاقد المحافظة مع شركة دلتا، لكن تم تعديل ده من سنة ونص فاتهم بمساعدة المنطقة الشمالية ومع السيد محافظ الإسكندرية وفقا لتقدير جهاز الخدمات الحكومية، وفقا لده تم التوافق على ان دي الاسعار الجديده، ومن هنا بقت عليهم المديونيه 427 مليون، والعقود القديمه اللي كانت عقود باطل موجوده مع شركه دلتا تم فسخها، وتم عمل عقود جديده مع المستثمرين الحقيقيين الموجودين على الارض، وعشان كده بقت المبالغ دي مديونيه موجوده عليهم يعني. وبعدين حاليا المستثمرين اللي موجودين عليهم هذه المبالغ، في منهم بيسدد عليه مبالغ صغيره لكن الجزء العام منهم ما بيسددش، وده احنا في اطار اخذ الاجراءات القانونيه الخاصه بيهم تم اخلاءهم الجزء اللي مش هيسدد، وفي اطار اخذ الاجراءات القانونيه ضدهم كلهم من الحجز الاداري وخلافه. المنطقه الشماليه هي اللي مسؤوله قدامي على الموضوع، يا جيبوا لي 400 مليون جنيه يا علي يا شكر يا تفضى، وبالاجراءات القانونيه طبعا، لكن يا تفضى. وبعدين تتعمل عقود مظبوط او ده بلاش منها خالص، بلاش من الحديقة الدولية خالص والله، تتعمل مشروع تاني فيها. اه ده علي. طب عايز سيادتك يا فندم، احنا يا فندم مشينا كل الناس اللي هي ما دفعتش لغاية 30/11/2018 ولغاية 30 إن شاء الله في 10% بس منهم 30/12/2018، كل الناس يا فندم تم استلام منهم أماكن بتاعتهم، اللي قاعد دلوقتي سادتك من أول لغاية 30/11/2018 بعقود جديدة خالص لمدة 6 أشهر فقط لا غير، وبقيمة إيجارية مختلفة تماما عن القيمة الإيجارية اللي كانت موجودة قبل كده. يا أحمد اللي فات مات يعني؟ لا يا فندم. يعني أنت عملت عقد جديد خدت القديم منه؟ لا يا فندم، اللي قاعد دلوقتي فندم اللي هم كانوا من الباطن من المستثمرين الكبار، المستثمرين الكبار اللي هم سيادتك كانوا متعاقدين مع المحافظه هم دول عليهم المديونيه، لكن اللي من الباطن يا فندم احنا عملنا معاهم عقود مباشره ما بيننا وما بينهم على الايجار 6 اشهر لغايه يا فندم جزء منهم كبير هيتنقل معانا في بشار خير 3 وجزء منهم هيغادر المكان. طيب انا بس عايز اقول الموضوع الثلاث حدائق اللي انا قلت عليهم دول بالمنشات اللي فيهم دي مسؤوليه المنطقه الشماليه بالتنسيق مع المحافظه، واتابع ويقدم لي تقرير كل 15 يوم وشهر يا علي انتوا فين، بحيث ان احنا ان شاء الله على العيد الصغير اللي جاي تبقى الدنيا كلها متظبطه ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي.